بلبول يا ريس جيب لي اغراضي. تاخذ المصاري تروح فيه لعند الحوت تشرح له شو وضعنا، هو راح بيقدر وراح يفهم. ماشي ريس الله يحميك. المشكله انه الناس ما بتعرف الديب شو عمل معي، والمشكله الاكثر من هيك انه انا مش قادر احكي واقول انه خيي كان يتاجر بالمخدرات ويتعاطى. خلي الناس مفكرته استاذ مدرسه بيسوى تقله. بسم الله ما شاء الله مثل القمر. حتى التياب طلعوا على قد كيف زبطت معك؟ جربت حظي.